العشيرة في القاهرة موجز الأخبار، أهلا بكم. نبدأ من القاهرة، حيث يبحث اليوم وزير خارجية سامح شكري مع مبعوث الأمم المتحدة في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد آخر تطورات الأوضاع في اليمن. في نيويورك قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أنه يأمل ألا يؤدي الصراع في اليمن إلى مواجهة مباشرة ما بين بلاده والسعودية، وأنه يمكن للبلدين العمل مع لإنهاء الصراعات في سوريا وفي اليمن. في اسطنبول التركية، حيث أمرت محكمة تركية باستمرار احتجاز إيدل إيسير المديرة المحلية لمنظمة العفو الدولية وخمسة نشطاء آخرين في الدفاع عن حقوق الإنسان بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر وقع في البحر قبل ساحل بيرو، غير أن معهد الدفاع المدني في بيرو قال إنه لا يوجد خطر حدوث أمواج مدعاة تسونامي. نهاية موجز العشيرة، شكرا لكم وإلى ملتقى.